في العام الماضي أكثر من 3000 لاجئ ومهاجر وطالب لجوء لقوا حتفهم أو سجلوا في عداد المفقودين، أرقام أظهرها تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. تقول المفوضية إن أعداد الضحايا تضاعفت مقارنة بالعام 2020، تعدها مثيرة للقلق. كانوا يبحثون عن حياة أفضل في أوروبا، فكان قدرهم الغرق في أعماق البحر المتوسط والمحيط الأطلسي. رحلات الموت هذه تنطلق من محطات عدة في شمال إفريقيا، أولها ليبيا التي يتجمع فيها مهاجرون من بلدان عدة أغلبها إفريقية. وهناك تونس التي شهدت مؤخرا غرق ما لا يقل عن 17 مهاجرا قبالة سواحلها. ومن المغرب وعبر المحيط الأطلسي يسلك المهاجرون طرقا بحرية محفوفة بالمخاطر. لبنان دخل هو الآخر على خط الهجرة عبر البحر المتوسط. أما قناة المانش فابتلعت مياهها مئات المهاجرين خلال العام الماضي في محاولتهم للعبور من فرنسا نحو السواحل البريطانية. وللحد من هذه الهجرة غير النظامية التي يقامر عبرها المهاجرون بأرواحهم، اتفقت المملكة المتحدة مع رواندا على نقل المهاجرين إلى هناك لتقديم طلبات لجوئهم. يرى مراقبون أن مثل هذه الإجراءات لن تعالج قضية الهجرة غير النظامية ولن تحد من أعداد ضحاياها، فالحل بحسبهم ينجز بمعالجة أسباب الهجرة في بلدان المنشأ التي تتمحور حول أسباب اقتصادية وأخرى سياسية وتدخلات خارجية في شؤون تلك البلدان لا تريد الدول المتدخلة تحمل تداعياتها.